السلام عليكم جميع المتتبعين الكرام، تحياتي لكم فين ما كنتوا، مرحبا بكم. انا اليوم غادي نطرح واحد الموضوع على البدوية وعلى فاتحة القروية. هذا الموضوع ضروري خاصكم تسمعوا ليه، وغادي تعرفوني شنو غادي نقول وشنو غادي نقصد، وبزاف ديال الكلام، وغادي يكونوا كلمات يكونوا زوينين في هذا الفيديو. هذا البدوية، سمعيني مزيان شنو غادي نقول لك. الفاتحة القروية، سمعيني مزيان شنو غادي نقول لك. انا عارف اللقطات كيتهزوا كيتبرطاجاو، ماشي مشكل، ياك عارف القضية معروفة على العموم، اللقطات كيتهزوا، اللي عنده اللي مع شي حد كيهز اللقطات مع الاخر كيبرطاجي الاخر، من حقنا، ماشي مشكل يوصل باش انسان يعرف شنو كاين. البدوية درستو الجلسة، وكما كنقولوا المحكمة ديال مدينة فاس يامس، وشلنا ديك المهزلة اللي ناضت وكانت قدام المحكمة، وشلنا المتشردة شنو وقع عليها قدام المحكمة، كتمرغ تما قدام المحكمة، ياك. ولكن البدوية، انتي قلتي اعطيتي 6 مليون، ولكن فتح القراوية وعثمان ما بغوش 6 مليون، قالوا بالله باغين 15 مليون ولا 12 مليون، والمهم واش 12 مليون ولا 15 مليون، ما علينا، ياك. والله حتى اش غنقول لكم الاقوان، اقسم بالله الا ملي كنهضر في هذا الموضوع انا كنبقى نستغرب، علاش؟ حيت هذا موضوع عائلي، هذا الموضوع عائلي وحساس، ما هو كون كانوا غير جيران، كون كانوا غير هادي، دابا المشكل وما هو ما هو تاع عائلي، خوت واخواتات، خواتات، اقسم بالله الا هذا الشيء، الا كيمرض وكيمرض، والعواشر هادي ورمضان هذا، سمعوني شنو غادي نقول لكم في هذا الفيديو هذا، ياك. ولكن دابا انت البدوية بعد شتي الامر صعيب، والامر صعب بزاف، ياك. علاش؟ واش انت البدوية ما عندكش 12 مليون؟ واش ما عندكش 15 مليون؟ انا بيني وبينك، ليك عندك جوج قنوات، ودابا شهرين، هي شهرين دابا، اش من شهرين، لما عاد 4 شهور، هي دابا 4 شهور دير هذه القضية هذه وانت خدامة، 4 شهور دابا وانت خدامة في القنوات ديالك، سوبر شات من وراء الكواليس، الناس يصيفطوا بزاف ديال 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 سميتو. واش انت البدوية غلباتك 12 مليون ولا غلباتك 15 مليون؟ راه هادوك الناس توما خاسرين، راه فاتحة القروية وعثمان وسميتو خاسرين توما، راه سيرجي وزي، عرفتي شنو هو باش كتجي من تطوان لمدينة فاس، وكما كنقولوا ماشي غير واحد ولا جوج اللي جايين، فاتحة القروية كتجي هي وبناتها وراجلها، عرفتي شحال بياكلوا في الطريق، بشحال بيكريو باش يباتو، بشحال ديال المازوط باش غادي يجيو في الطونوبيل، وهذه مدة 4 شهور. راه من حق فاتحة القروية تقول لك هاد 6 مليون ديالاش، من حقها تقول لك ديالاش هاد 6 مليون، فهمتيني؟ وإنما واش هاد 12 مليون ولا هي 15 مليون واش ما عندكش البدوية؟ ما يمكنش، والمستحيل تكون ما عندكش، المستحيل. راه نكون أنا في بلاصتك البدوية، سمعيني مزيان،
انت اللي خارجه وكتقولي كتقولي هاد الدوسي هذا ماشي غير يتحول يكون كاع طياره يطير كاع، حين انت ما على بالكش، حين انت دابا الا خرجوا هاد الناس من السجن غادي يكون كلام خور ثاني وما غاديش تبقى خدامه المشاهده غادي تمشي ليك. علاش؟ حيت كل شيء غادي يولي مع بنتك، غيولي يتصنط لبنتك وغيولي يتصنط للمنعم، فهمتيني؟ مازال المصور نقولوا بعدا راه معاك هذاك ماشي مشكل، ولكن هذوك الجوج منعم وبنتك غيولوا الناس كل شيء غادي يهرب من عندك وغادي يمشي عندهم، غادي يولي يسمع القول ديالهم. واش كون كنت انا في بلاصتك البدويه واش ما غاديش نبيع هذيك الطوموبيل؟ اقسم بالله تنبيع. بغيتي تقول لي راه باقا ما كملاتش في الكريدي ونمشي نرد لمولاها ويعطيني ديك الفلوس، ومولاها عارف القضيه ديالي وشنو واقع ليا، ياك نمشي نردها ليه وندفعها ليه في لاميزو ونقول ليه انا بغيت نخرج ولادي من الحبس ونمشي ناخذ ديك الامانه الا ما كانش كاع عندي كاع، انا نمشي نبيع بو هذيك الطوموبيل ونمشي نخرج بنتي ولد بنتي راه صغير في الحبس، نخرجو ونخرج ولد اختي اللي معاوني في القنوات، حيت راه انفوا بعد انت عاطيه 6 مليون وفاتحه القرويه قالت لك ديالاش هاد 6 المليون، راه فعلا تقول لك ديالاش، واش هي 4 شهور ولا وما يزيد عليها، وهما الناس كيجيو من مدينه تطوان، وخلي ملي دوزوا واحد الشهر وقيله دوزوا كامل في السبيطار، وراكم عارفين اخوتي بس سير وجي وطلع وهبط وسير وجي، لا انفوا كتخرج من دارك، لا انفوا ايدك في جيبك، ايدك في جيبك ملي كطالع براسك كتلقى خسرتي واحد الميزانيه، وهذه غير في واحد الفتره قليله ماشي واحد 4 شهور. راه هذوك الناس فاتح القنوي وعثمان راه خسر واحد الميزانيه كبيره، ما نكذبش عليكم، قال لك دووا علينا وجيو علينا، خسر واحد الميزانيه كبيره، فهمتيني البدوي ولا ما فهمتينيش؟ هذه حقيقه. انما غادي نوصل لك دابا واحد الميساج البدويه، الا كنتي انت كتبغي بنتك وكتبغي ولد بنتك داك الصغير اللي في السجن وكتبغي المصور اللي مولف يقابل لك القنوات، الا كنتي انت كتبغي هاد الناس غادي تعطي الفلوس، نديرو انت ما غاديش تحملي باش تعطي الفلوس لاختك، وانما انت غادي تبغي بنتك وولد اختك، ياك غادي تبغيهم باش تعطي عليهم الفلوس. انا ما عرفتش واش انت ما بغيتيش تعطي الفلوس على قبل اختك ما حملتيهاش تعطيها الفلوس، ولا بغيتي الناس يبقاو تما ما يخرجوش باش ما تعطيش عليهم الفلوس، ولا شفتي منعم والديه ما عندهمش وخفتي لا يخرج منعم وتصدقي عاطي عليه الفلوس باش خرج، واش هاد جو هما هاد الحوايج اللي ما عرفتش انايا. ها هي قال لك السيدي الحياني بالله امي زهره قالت ليه بالله انت كون هاني انا غادي نهضر ونخرج لك بنتك، وامك زهره الحياني سمعني مزيان الحياني راه امك زهره راه مسكينه انا ما عارفه حتى حاجه، ديك المره كبيره لا حتى حاجه ما عارفها، فهمتيني لا حتى حاجه ما عارفها، راه ما عارفاش هي بالله لهم مجموعين في دوسي واحد، وما يمكنش واحد يخرج وجوج يبقاو حيت راه دوسي واحد هذاك على ما اظن، وهذا الكلام ديالي كما كنقولوا الراي ديالي محترم، هو الكلام كيبقى عند القانون، اي حاجه ممكن يديرها القانون ديك الساعه في المسطره ممكن، وهي لا واخا يكون دوسي واحد راه ممكن يكون الحل، ماشي ما غاديش يكون، واخا كاين دوسي واحد ولكن ممكن يكون حل، هي لا مسطره وحده دايزه، مسطره وحده دايزه عليهم ثلاثه، وهذا هو الكلام ديالي البدويه.
سيري العواشير هادي شوفي شنو غادي ديري، واخا تعرفي تبيعي هذيك الطوموبيل وتخرجي بنتك وولد بنتك الصغير وولد اختك المصور اللي مقابلك القنوات ومو نعيم ما عنده تو وليدات وعنده مرات ولا مريحه بوحدها. سيري واخا تعرفي تبيعي بو هذيك الطوموبيل، الطوموبيل غادي تجي شي تبيعيها وتخرجي بها دوك الناس والطوموبيل يدوزها واحد الشهر ولا شهرين يقدر يسخر فيها الله وتجي احسن منها. ولكن هذوك الناس الا مشاو للجنايات راه غادي ندمروا بزاف ديال الحوايج وندمروا الطفل الصغير ولد بنتك راه كيتكرفس في السجن وبزاف ديال الامور. مهم اخواني اخواتي الكرام تبارك الله عليكم وراكم عزاز وغالين والى اللقاء الى اللقاء. سمحوا لي كان 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 كنبقى والتليفون كيمشي وقلب بحال ما هكا. يلا تبارك الله عليكم، الفرصه القادمه نعاونكم.